التحالف من أجل حماية الطفل في العمل الإنساني، سلسلة التعلم عبر الإنترنت العالمية لإدارة الحالات. فيديو 1: نظرة عامة على إدارة حالات حماية الطفل في الأوضاع الإنسانية. النص: مسودة 3. أي شخص شارك في إدارة حالات حماية الطفل يعرف مدى تعقيد هذه العملية. في الأوضاع الإنسانية تصبح هذه العملية أكثر صعوبة مع تعرض الأطفال لمخاطر كبيرة من العنف والإهمال والاستغلال والانفصال الأسري، واستغلال الأطفال للعمل مع القوات والجماعات المسلحة وغيرها من أشكال سوء المعاملة. تتزايد أعداد الحالات وتصبح أكثر تعقيداً. باسم فرقة عمل إدارة الحالة CMTF التابعة للتحالف من أجل حماية الطفل في العمل الإنساني، يتمثل دورنا في تقديم الدعم التقني وتطوير أدوات إدارة الحالة والموارد لتعزيز الخدمات وأنظمة الرعاية في الظروف الإنسانية. من بين الموارد المتاحة، واحدة من أهمها المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات لإدارة الحالات وحماية الطفل، وهي تصف ماهية إدارة الحالة وتقدم إرشادات خطوة بخطوة عن كيفية التعامل مع حالات حماية الطفل في الحالات الإنسانية. المبادئ التوجيهية تضع احتياجات الطفل الفردية وأسرهم في قلب عملية إدارة الحالة، وتتجه نحو الوكالات والممارسين العاملين في مجال برامج حماية الطفل. يمكنهم مساعدة المنسقين وواضعي السياسات الذين يحتاجون إلى إعداد أو تنسيق أو المدافعة أو تمويل استجابات إدارة الحالات، كما أنها مورد مفيد للحكومات العاملة في حالات الطوارئ أو برامج التنمية. تعتبر هذه الإرشادات مرجعاً لأفضل الممارسات والمعايير الخاصة بإدارة الحالة ذات الجودة، والتي تضمن مبدأ عدم إيقاع الضرر بالأطفال وعوائلهم. ليس من الضروري قراءتها من البداية إلى النهاية، ولكن بإمكانكم الانتقال إلى الأقسام ذات الصلة عندما ترغبون بمعرفة المزيد عن كيفية تطوير الأدوات المشتركة بين الوكالات كتصميم البرامج أو تقديم الإرشادات لأخصائي الحالة أو المدافعة مع المانحين. المبادئ التوجيهية مقسمة إلى 3 أقسام: المبادئ والممارسات، تنفيذ خدمات إدارة الحالات، وخطوات إدارة الحالة. تناقش المبادئ والممارسات التعريف الخاصة بإدارة الحالة، وتحدد المبادئ التوجيهية التي تدعم النهج الجيد في إدارة الحالات في الاستجابة لمخاوف حماية الطفل. من بين المبادئ الأساسية هي إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى، والحصول على الموافقة المسبقة، واحترام الخصوصية، وعدم إيقاع الضرر بالأطفال. توجد المزيد من الملاحظات التوجيهية والنماذج في الملحقات. مستهدفة بشكل أساسي واضع السياسات ومدير البرامج، يمكن استخدام تنفيذ خدمات إدارة الحالة لتخطيط وتصميم إجراءات إدارة الحالات الأكثر ملائمة ضمن السياق الأوسع لنظام حماية الطفل، وتبحث في القضايا الأربع الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إعداد خدمات إدارة الحالة أو تعزيز الخدمات الحالية، وتشمل تطوير المعايير، تحديد وتنمية قدرات الموظفين وكفاءاتهم، وضع نظم إدارة المعلومات، وضمان ممارسات العمل الآمنة. القسم الخاص بمواطن الضعف ومعايير الأهلية، صفحة 39، يمكن أن تستخدم لتحديد الأطفال الذين قد يكونون في حاجة إلى إدارة الحالة، وتحديد الأولويات التي تضم من هم المجاميع الأكثر عرضة للخطر. صفحة 40، إذا أصبح عدد الحالات كبيراً جداً بالنسبة للموظفين والموارد المتاحة. لتحديد عدد الحالات التي ينبغي تخصيصها لأخصائي الحالات، يتضمن القسم الخاص بقدرات الموظفين معلومات عن نسب الأطفال إلى الموظفين ومهارات الموظفين وكفاءاتهم. تستهدف خطوات إدارة الحالة أولئك الذين لديهم اتصال يومي مع الأطفال وعائلاتهم، مثل أخصائي الحالات في الخطوط الأمامية والمشرفين عليهم. يفحص هذا القسم الخطوات الست المختلفة التي تشكل جزءاً من عملية إدارة الحالة، بما في ذلك تحديد وتسجيل الأطفال المعرضين للخطر، التقييم الأولي والمتعمق لحالة الطفل، تخطيط الحالة وهي الاستراتيجية لتلبية احتياجات الطفل، تنفيذ خطة الحالة، المتابعة والمراجعة، وإغلاق الحالة.
إلى جانب المبادئ التوجيهية لإدارة الحالة، تعد المبادئ التوجيهية لتقييم وتحديد المصالح الفضلة للطفل المرجع المرئي، تغطية إرشادات BIP مورداً قيماً عند العمل مع الأطفال اللاجئين أو في مواقف إنسانية أخرى تتطلب قرارات صعبة وطويلة الأجل للأطفال. يوفر هذا المورد الذي طورته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مزيداً من الإرشادات التفصيلية حول كيفية تعزيز أنظمة حماية الطفل وإدارة الحالات في أوضاع اللاجئين. من خلال الموارد المناسبة يمكننا إحداث تغيير في حياة الأطفال المعرضين للخطر في كل مكان.